إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عائشة يا سيدة نساء العالمين وأعلى نساء العالمين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. وبسنده ابن ماجه عن أم سعد قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأنا عندها، فقال: هل من غداء؟ هل من غداء؟ قالت: عندنا خبز وتمر وخل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل. هذه الحديث أيضا مبينة لنا بعض الأداب، وكان المقصود منها هو بيان أن الإنسان يتزهد في هذه الدنيا ولا يهتم بها، وأنه وإن استدام على طعام فيه شيء من التواضع فليبقى عليه، والمسألة هي سد الخانة، يعني ملو المعدة ببعض كسرات الخبز حتى تمتلئ، فلا تتعبه وتعطله عما هو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الإدام الخل. طبعا هناك العسل والتمر والأطعمة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيها شفاء للناس، فهل النبي صلى الله عليه وسلم في قول نعم الإدام الخل بأنه قدم الخل على جميع هذه المأكولات عن العسل وعن غيره؟ الصحيح لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان للأمر قصة، وهي قصة في الحديث الثالث الأخير، بأن النبي دخل على عائشة رضي الله عنها أرضاها، فقال: هل من غداء؟ فقالت: عندنا خبز وتمر وخل. فقال: نعم الإدام الخل. اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل. تعلمون الخل التي تحولت من خمر إلى خل بفعل فاعل أنها لا تؤكل وأنها نجسة. وأما حديث خيلوا خلكم خمركم وخيلوا خمركم خلكم، هذا لم يثبت. ففيها المفاضلة والمفارقة بين أهل الدنيا وأهل الدين، وفيها من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من زهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعيش في فقر، وأن الله اختار له هذه العيشة، أن الله اختار له هذا الأفضل، ولذلك كان هذا الله جل فعلا: اللهم ارزق آل محمد كفافة، اللهم ارزق آل محمد قوتة. ولما تمنى الزيادة، ما تمنى الزيادة إلا ليسد الدين، إلا لأمر أخروي. ولذلك تمنى لما مشى مع أبي ذر، دخل البستان أو أبو موسى الأشعري، فلما جاء برجل دفع مهرا كبيرا لزوجته قال: أفتنحتون هذه الجبال من هذه الأرض؟ قال: ثلاثا. وقال أيضا: فيها أيضا زهد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا والعفو عنها، وأن القليل منها يكفيه، المهم ما خلق له، المهم تحقيق الدعوة. لذلك قال ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، اختار الله له أفضل ما يكون في الحياة، كسرة خبز تنهي البطون. ذلك عمر الخطاب كان يقول لمعدته، يقول: قرقري أو لا تقرقري، والمسألة على ما يسد الجوع، وبعد ذلك يسير المرء في الدنيا على هدف هو يعيش له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. لا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، أنه يقدم على الأطعمة الأخرى التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بأن اللحم سيد الطعام، وأيضا تكلم على العسل وفضل العسل. لا، ما يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يقدمه، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الخل عندما يقدم فلنعم الطعام، رزقه من الله جل وعلا، وبيت ليس فيه خل أهل جياع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بيت ليس فيه تمر
أهله جياع. قال لم يفتقر بيت فيه خل، لم يفتقر بيت فيه خل. إذن هذه تبين أيضا حال المسلم في هذه الحياة، وأنه لا يهتم بأمور الدنيا، وأن يعني اشتهاء الطعام وإن لم يكن منكرا ولا ينكر، لكن على المرء إذا أراد أن يشتهي الطعام يجعله أنه يسد خانة فقط ويساعده من أجل أن يقيم دينه. الفوائد المستنبطة: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الزهد في الدنيا، خدمة المرأة لزوجها، خدمة المرأة لزوجها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.